أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. والحقيقة في أول البرنامج بحب أقدم تهنئة للأخ والصديق الأستاذ مصطفى بدران والأستاذ صدام شركة ستارز بمناسبة بس قناة مايسترو ام تي سي، واتمنى لهما مزيد من التقدم واضافة جديدة في مدينة الانتاج الاعلامي. والحقيقة يعني جات لي مشكلة 15,000 صياد بالاسكندرية. للأسف السيد مدير ميناء الدخيلة ألغى تصريح الصيد لهؤلاء الصيادين اعتبارا من 1/1/2020 بعد عمل دام 50 عاما في هذا الميناء. واللي ما يعرفش ان ميناء دخيلة ميناء تجاري وفي ميناء للصيد، هو ميناء الصيد، ومش عارف السيد مدير الميناء ألغى تصريح ل15,000 صياد هيصرفوا على بيتهم منين؟ ده السؤال. وللأسف الصيادين راحوا كل الجهات وخاطبوا مجلس الوزراء ولا سميع ولا مجيب، والنداء بيوجهوه للسيد الرئيس. وانا السؤال، السيد الرئيس هيجاوب لمين ولا لمين؟ السيد الرئيس يعني كتر خيره زي ما قلنا حلقات عديدة في مشروعات قومية، دفاع عن الأمن القومي، التهديدات اللي حوالينا في كل مكان اللي احنا شايفينها. فرجاء كل مسؤول يعني ما يقطعش عيش حد. الناس دي شغالة في الميناء بقالهم 50 سنة بالتمام والكمال، والمراكب جوه الميناء. ده المشكلة من 1/1 ولا هيشتغل ولا ياخدوا المراكب. مش عارف مين اللي بيطلع القرارات اللي بتزيد الاحتقان، والدولة مش محتاجة احتقان، احنا بنسير للأمام وعاوزين نفضل سيرين للأمام. والحقيقة النهاردة أنا معايا ضيفين عزيزين على قلبي ولهم يعني تحية خاصة. معايا الأستاذ جمال الإمام، والأستاذ جمال الإمام طلع معانا قبل كده وهو الأمين العام لحزب المؤتمر بحلوان. أهلا وسهلا أستاذ أهلاً جمال. أهلا بحضرتك أستاذ فهمي، وشكرا على هذا اللقاء للمرة الثانية. ده احنا بالسعادة والله يا أستاذنا. الصحة والجمال، برنامج ما وراء الحدث. شكرا لك حضرتك. وأستاذنا شعلة النشاط يعني الأستاذ ناصر شبل، والأستاذ ناصر شبل يعني غني عن التعريف. الله يبارك لك. وهو زي ما قلنا أمين تنظيم حزب المؤتمر بحلوان، وهو كان له حقيقي يعني فضل يعني في شيل رئيس حي حلوان من خلال يعني ان هو عرض مشكلة النظافة في حلوان، وهو له كلمة في الموضوع ده. هو بس معلش يعني مش موضوع، ما كانش الهدف شيله بأمانة. يعني هو كان الهدف لفت نظر المسؤولين لمكان محتاج رعاية خاصة. يعني في انا بس انت خدتني دلوقتي في الموضوع، فانا عايز النهارده انا جاي عشان نتكلم نفتح ملف النظافه بصفه عامه، انما مش لا انا بقول يعني على اساس ان انت طرحت لا 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 طرحت موضوع هو فعلا تم اقاله رئيس الحي، بس احنا ما كانش ده الهدف بتاعنا. احنا طبعا بنحترم كل القيادات الشعبيه والتنفيذيه، ونتمنى ان احنا نتعاون كمان معاهم. احنا بنقول ان البرنامج هنا هو اللي طرح المشكله. هو دي ما انا هقول بقى لحضرتك. هو انا سعيد جدا ان انا معاك النهارده في البرنامج، لان احنا اول ما طرحنا الموضوع بتاع النظافه دي والمكان ده بالذات طرحناه من خلال البرنامج بتاع حضرتك. حضرتك عملت برضو مداخله معانا بتاريخ، عملت مداخله بالتليفون. احنا كنا هنا في 19/11 وبعدين عملنا مداخله بالتليفون يوم 26/11 برضو عن نفس المشكله. تمام. فانا بنتهز معلش الفرصه دي ونشكر السيد وزير التنميه المحليه بامانه ان هو تابع الموضوع اللي اثير في قناه صدى البلد بعد اذن حضرتك يعني. وطبعا خد اجراءات سريعه في نفس البرنامج. وعلى فكره انا قبل صدى البلد انا بعت له الحلقه بتاعت حضرتك. تمام تمام. بعت له على الواتس وهو شاف الحلقه. فتجمع تراكم مع حضرتك، عرضت المشكله انا في الصحه والجمال مرتين. جميل. وجات حضرتك طلعت برضه في صدى البلد. فده كان له مردود، واحنا نتمنى من كل المسؤولين بقى عندهم رد فعل سريع. بحييك. عشان يا لا والله ده عشان نبطر كل يعني يد فاسده، لان البلد زي ما قلنا
بلد بتتقدم بخطوات طبعًا سريعة. طبعًا 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 طبعًا. أستاذ جمال، بما أنك أمين عام الحزب المؤتمر وأنت يعني باع طويل في العمل السياسي، إيه المطلوب من رئيس حي حلوان القائم بالعمل الآن ومحافظة لحي حلوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حلوان ليها شأن سابق جميل جدا، كانت بلد سياحية لغاية منذ 25 عام مضت، وهي انتهت حيث كبريتاج أغلق ومتحف الشمع وكذلك النادي السياسي والهابي داي. كل المناطق الجميلة السياحية اللي في حلوان أهملت، اتدمرت، مش أهملت. لا يوجد سوى الحديقة اليابانية وحديقة 6 أكتوبر وحديقة ميدان المحطة وحديقة كازينو حلوان وحديقة الفتح في وسط حلوان، في وسط حلوان، وحديقة الست خضرة. ونشكر السادة القائمين والعاملين لتشغيل الحدائق في حلوان. حلوان عايزة اهتمام أكتر من الوقت اللي مضى. 25 سنة دول عملوا في حلوان، ولدوا عشوائيات جديدة، عشوائيات داخل حلوان مش ضواحي حلوان. القصور والفيلات تحولت إلى إبراج، الإبراج دي يعني عشوائيات. المربع السكني كان فيه 50-60 أسرة، اللي هو الحيز بتاعه المساحة 10,000 متر. 10,000 متر النهاردة بقى عدد الأسر فيه تواصل إلى 600 أسرة. ده عمل عبء على المرافق، إذا كان صرف صحي أو جراشات. العربيات بقت حلوان عبارة عن جراش. بنطلب فين الرصيف؟ رصيف اتلغى من كافيتريات وركن العربيات. أصبح النهاردة مطلوب نظرة لحلوان، نظرة كبيرة. طبعا عندنا في حاجة مطلوب، الطرق فيهم عملوا أسفلت ورصفوا الشوارع، بس بنطلب الحفر والتكسير اللي بيحصل من وصلات الإبراج إنها تسفلت تاني. بالنسبة للشوارع ما بين المناطق، الشوارع في شوارع الرئيسية، احنا النهاردة عايزين لحلوان مواصلات كويسة عشان الزحمة، غير الميكروباصات يعني، غير عايزين مشروع اللي هو الميني باص اللي هو بيخدم. طبعا عشان الميني باص ده يمشي في طرق عايزة الاول صيانة، في طريق عزبة الوالدة، طريق المعصرة، كورنيش الى الاوتوستراد، طريق القومية الأسمنت في كفر العلو، حتى شارع عمر عبد العزيز والكورنيش، ونظرة إلى العشوائيات. المطلوب خطوط داخلية ميني باص لحلوان يخدم من الشرق إلى الغرب، من المشروع الأمريكي حتى عرب غنيم والكورنيش ومجمع المدارس والدواجن، ومن الجنوب إلى الشمال من التبين وكفر العلو وحلوان البلد والمنشية وعرب راشد حتى حلوان. يبقى احنا اذا ممكن نلخص الموضوع كله في حاجتين، وفي من الشمال، من الشمال لمنطقة صلاح سالم والجامعة وعزبة الوالدة وادي حوف والحدائق والمعصرة. ده هيقضي على ظاهرة التوك توك داخل حلوان. النهاردة في حل ايه للتوك توك؟ ان انا انزل المشروع داخل حلوان، ويبقى التوك توك في المناطق العشوائية اللي مش هيقدر يخشها المشروع بتاع الميني باص. يبقى انا دلوقتي لخصت حضرتك يا استاذ جمال في حاجتين، عاوزين طرق في الاماكن دي رقم واحد، وميني باص. يبقى احنا لخصنا الحل في حاجتين، اهم حاجه الكبرتاج اتدمر، وده كان يعني ده من المعالم السياحيه في حلوان. هو الكبرتاج الجزء اللي شغال، الجزء الصحي اللي هو فيه العلاج الطبيعي والمياه الكبريتيه والطينه الكبريتيه، هو تحويل الكبرتاج هم عايزين يعملوه لمنطقه صحيه عالميه. الكلام ده بقاله كتير بنتكلم فيه، لكن السياحي السياحي قفل. انا بتكلم على الكبرتاج السياحي مش الصحي، اللي هو فيه الكازينو وحمامات السباحه وقاعات الافراح والمناظر الجميله والتصوير السينمائي كان بيحصل فيه. كانت حلوان ليها جذب سياحي للقاهره كلها. وعين حلوان، عين حلوان اتدمرت، فين العين؟ عين حلوان اتدمرت لسبب واحد، ان المياه الجوفيه بتاعه الصرف الصحي
اتخلطت بالمياه المعدنيه اللي كنا بنشربها، فدي هتسبب تيفود. وانا سالت فيها المسؤولين لازم تتقفل، فاتقفلت لسبب ده. احنا اتقفلنا بقالنا يمكن 10 سنوات. طبعا في متحف الشمع ده اللي اتكلمت عليه النيابه دينا من قريب، طب هو مش واقف على متحف الشمع، فين قصور الثقافه؟ انا بدور النهارده، هو في كويس ان اتعمل عندنا في حلوان ايه المكتبه الجديده في القصر خديجه هانم من الاسره المالكه اللي هو اصلا كان حي حلوان السابق. طب انا اقف عند قصر السيده خديجه وارجع لك عشان اتكلم مع حضرتك في الناحيه الرياضيه شويه وحاجه حلوان لاستاد رياضي. عم ناصر، ايه اهم المشكلات اللي في وجهه نظرك غير المشاريع القوميه اللي قالها عم جمال اللي بتعاني منها حلوان، وايه مقترحاتك لحل هذه المشكلات؟ تمام، هو النهارده فعلا احنا جايين عشان نتكلم، نفتح ملف النظافه بصفه عامه. معنا استاذن حضرتك فضل. عشان عم السيد معاه من اسكندريه مشكله ال 15,000 صياد. اتفضل عم السيد. الو عم السيد. ايوه حضرتك. اتفضل معاك يا عم السيد، اتفضل. دلوقتي احنا التصاريح دي بقى لها فوق ال 40 سنه شغاله حضرتك. اتفضل. والناس دي بتطلع تصريح نصف سنوي كل 6 شهور عشان لو حد عليه مشكلة أمنية أو أي حاجة ما يدخلش المينا أو نطاق الموانئ أساسا. الناس كل الناس اللي بتدخل بتصطاد دي ناس يعني ما فيش عليها غبار أو عليها شبهة أو عليها أي حاجة. كمل يعني حضرتك. والناس دي في يعني نص الناس اللي موجودة دي حضرتك أكل عيشها ومصدر رزقها، منهم اللي هو مهنته مهنة صيد أساسا، وناس على ما ناس اصحاب معاشات بتحسن دخلها بالشغل ده، وناس يعني اللي هم المهنيين حضرتك زي ما انت عارف كده اسكندريه فيها قار المعمار، والناس دي الناس اللي كبرت في السن ما بتقدرش تشتغل في المباني والمعمار والحاجات دي، بيروح يصطاد يجيب شويه سمك لعياله يبيعهم ياكلهم بيوفر على مصروف بيته. والعمليه مقننه حضرتك، والناس بتدخل بتصاريح وبتدخل بتصريح اسبوعي بناء على تصريح السيد اللي هو بيستخرج كل 6 شهور. طب يعني هو حضرتك ليه حضرتك واقف هو التصاريح؟ ممنوع يدخل. بقول لحضرتك هو ليه واقف التصاريح؟ ما نعرفش ليه جديد مسك هيئه المينا سيادتك. مجرد ما مسك هنا كده دخل ايه الناس دي وايه المنظر الصيادين اللي جوه دول، الغي مهنه الصيد خالص. يعني هو بجرد وتواصلنا مع اعضاء مجلس الشعب بجرد قلم حضرتك. بجرد قلم يعني وقف يعني بيوت 15,000 صياد عشان ما عجبوش منظر الصيادين اللي بيصطادوا. يعني الناس كلها راحت لاعضاء مجلس الشعب وكلمتهم، وعملنا المداخلات مع شكاوى مجلس الوزراء، وخلينا كل السبل اللي هي مشروعه يعني ان احنا حد يسمع لنا او يعني يشوف مشكلتنا، ما فيش حد. فاتجمعنا وقلنا نقف لسياده اللي هو قدام باب المينا على اساس يقف بحالنا ويشوف مشكلتنا. حطينا بقى في وش الامن، وطبعا ان احنا ناس عامله تجمهر وناس بتاعت مشاكل، مع ان الناس دي كلها يعني ربنا العالم بيها اغلب من الغلب، يعني مش بتدور على لقمه عيش. والله يا عم سيد انا عرضت المشكله في اول حلقه لما حضرتك كلمتني على التليفون، واحنا بنوجه الرساله للسيد رئيس مجلس الوزراء، لان انا عرفت ان مدير المينا مش راضي يقابل حد، حتى اعضاء مجلس الشعب الجار الرقابيه مش عاوز يقابلهم، هو مش عاجبه اشكال الصيادين، احنا نغير له بقى الشعب كله ونجيب له صيادين مستوردين من بره. فطبعا دي ناس بقالهم 40 سنه او 50 سنه بيصطادوا في الميناء، وهو الميناء اصلا تخصصه ميناء صيد مش ميناء تجاري. الميناء التجاري اللي بتيجي السفن التجاريه من بلاد بره وفي تبادل تجاري، اصلا هو الميناء ميناء صيد والسفن او المراكب موجوده في هذا الميناء. شكرا يا عم سيد. نرجع يا عم ناصر لموضوع اللي هتكلم فيه، موضوع النظافه. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا اما عملنا عرض الموضوع النظافه في الحلقتين اللي فاتوا دول، سواء من خلال المداخله مع حضرتك او في وجودنا في البرنامج او المداخله التليفونيه،
لان الموضوع ده صعب جدا. يعني هو بصراحه كل الجهات المعنيه بقت تشتغل 24 ساعه في ال 24 ساعه، وده جهد يشكر عليه. ولكن النظافه بشكل عام سواء في حلوان او في غير حلوان محتاجه شويه حاجات. يعني اولا الصناديق اللي بتتحط على نواصي الشوارع دي، كل 3 4 5 شوارع بيتحط صندوق، صناديق صغيره ما تستحملش الكم بتاع السكان اللي موجود في المناطق دي، بيضطروا الناس ان هم يحطوا الحاجه بره الصندوق. او في مشكله تانية، اذا الناس المحترمه شالت الشنطه بتاعتها وحطتها في الصندوق، بيجي الراجل اللي بيفرز في الشارع يطلع من الصندوق ويفرز في الشارع عشان ياخد علبتين كنز وعلبتين ازازتين بلاستيك، فبيبوظ الشكل العام بتاع المنطقه. يعني يبقى كانه عمل فرد للقمامه في الشارع. فده طبعا حاجات لازم يتاخد فيها اجراءات. الاجراءات بقى انا عملت اجتماع في امانه حلوان وسمعت اراء الاعضاء اللي موجودين، اعضاء بسطاء كده، وطلع منهم حلول جميله جدا يعني ممكن تتاخد بيها. او ايه المانع، ايه المانع، ايه المانع ان احنا احدى العضوات اللي كانت موجوده معانا قالت نعمل غطاء للصندوق يسمح بدخول الشنطه ما يسمحش بخروجها. تمام، ده مثلا دي نقطه. ايه المانع ان احنا نعمل صندوق 16 نعممها، بلاش الصناديق الصغيره دي، نخلي صناديق كبيره. حتى الراجل اللي بيفرز ده لو دخل جوه الصندوق وفرز يفرز جوه الصندوق ما يرميش بره الصندوق، يبقى احنا كده عممنا برضو، منعنا الرمي اللي في الشارع ومنظر. ايه المانع ان يتعمل زي محافظه اسكندريه وفي بعض الاماكن يمكن في دار السلام وفي مكان تاني شفنا عربيات بتتجر، يعني العربيه تيجي فاضيه تتحط وتشد المليانه، يعني ده برضو اسلوب ما يسمحش ان يكون في تراكم للقمامه في المكان. هي انا يمكن مركز على موضوع النظافه ده لان الموضوع حيوي جدا، هو يعني يمكن ده سبب الاوبئه. احنا مش عايزين يبقى الرئيس فعلا، يعني زي ما انا قررت قبل كده ما يبقاش بيعمل لنا 100 مليون صحه واحنا نسيب حاجات صغيره نقدر نتغلب عليها تسبب لنا الامراض. ثقافه شعب، ومش هنقول بقى ان الناس هم اللي غلطانين ان هم بيرموا وبيعملوا وبيسووا، لا احنا نعمل لهم الامكانيات على قدر المتاح ونوفر حاجات يعني بسيطه زي الصناديق اللي بنتكلم فيها او زي الغطاء للصناديق يعني، ونقدر بقى ان يبقى في بعد كده حفاظ. ده يعني حلول للمشكله، دي المشكله الاولى. في نقطه بقى أتفضل. معلش برضه عشان اصل ايه الكلام ليه تبعيات تانية. أتفضل. يعني في ناس هتقول لك انت هتقطع رزق لو تنفذ حاجه زي كده الناس اللي بينبشوا. لا احنا ما قلناش كده، الناس دول على عيننا وراسنا، دول اهالينا. نعمل مقلب للقمامه مكان معين يطلعوا هم بنفسهم يفرزوا فيه ويبقوا تبع لمصنع تدوير القمامه، يتأمن عليهم تأمين شامل، يبقى يخش تحت مظلة التأمين الصحي يتعالج. بل ما هي يعني بشوف ناس على الكورنيش يمكن في حدائق حلوان او وانا ماشي كده على الكورنيش سيدات بسيطه بتفرز وتبقى واقفه طالع البلاستيك ده متعرضه للمرض ومتعرضه وبعدين في نقطه ثانيه، تشتري هي سندوتشين من اي مطعم وتقف جنب صندوق الزباله تاكلهم، الناس تصورها وتقول لك بتاكل من الزباله، يعني برضه تشوه صوره الصوره الحضاريه لمصر. فالموضوع ده محتاج، يعني هو مش موضوع النظافه وزباله اللي احنا يعني احنا مش للدرجه دي ان احنا بنتكلم في حاجه صغيره، لا الموضوع ده كبير جدا يعني بيشوه. حضرتك انت قمت مبادره جميله هتستدعي يعني رئيسه حي حلوان او القائمه ست محترمه. هي حضرتك هتزورها استاذ علي الحزب ان شاء الله. كل ان شاء الله الاحزاب تتواصل مع الجهات التنفيذيه، هنحاول نعمل كده، والافكار دي حضرتك هتطرحها عليها، نتمنى انها تسمح لنا ان احنا نساعدها، لان هي برضو يعني العبء تقيل بامانه. يعني في عندك مشاكل جامة، يعني احنا يمكن مركزين على موضوع النظافة ده، لو قدرنا نوصل فيه النتيجة هيغير شكل حلوان. تمام، وهيغير شكل اي منطقة. انا مش بتكلم برضو على حلوان بالخصوص، احنا بنتكلم على مصر، بتكلم على مصر عموما. اي حد هيعمل شوية اجراءات بسيطة زي ما احنا بنتكلم كده هتخلي الشكل الجمالي يبقى فيه. دي المشكلة الاولى. طب المشكلة التانية حضرتك؟ المشكلة التانية احنا بالنسبة لمحطة حلوان عندنا مدخل واحد بيخرج منه ويدخل منه الناس. ده عامل تكدس سكاني او تكدس بشري قدام المحطه بتاعه المترو. طب احنا ما احنا عايزين برضو نوزع الناس دي، لان التكدس ده بيشجع على ايه؟ الحرامي هيقف، والراجل بتاع التوك توك عايز برضو يسترزق، والراجل البياع الجائل المتجول هي عايز يركن في المكان ده، لانه كلهم واقفين في تجمع بشري هقدر ابيع فيه واقدر اعمل فيه مصلحه. ف انا بقترح يعني ويمكن يحظى هذا الاقتراح بالقبول ان احنا نعمل تطوير لمحطه حلوان زي محطه حدائق المعادي او زي محطه دار السلام، يا في مدخل علوي ويتعمل بابين في نهايه الرصيف
باب يطلع على موقف توشكا وباب يطلع على موقف مايو واطلس. يبقى احنا قسمنا الناس دول ثلاث اجزاء، جزء هيطلع من قدام وجزئين هيطلعوا من ورا، يبقى مفيش التكدس ده. هاجي انا بقى على الباعه الجائلين، ما هو برضه استكمالا للموضوع، الباعه الجائلين دول هروح هعمل لهم حصر. في منهم اللي استفاد قبل كده، عملوا حصر قبل كده وعملوا سوق توشكا، ففي منهم ناس خدت في السوق ده. لا احنا نعمل حصر، اللي ما استفادش نعمل له باكيات. سور المترو فاضي، سور المترو من بره فاضي، ناخد كل متر ونص نعمل له باكيه ونوقف واحد يقف ما يجريش من الحي، يبقى واقف وقفه محترمه. اما يجي رئيس الحي خلاص انا معايا بطاقتي معايا واقف ببيع، ما فيهاش مشكله. هنقف عند حضرتك، هناخد استاذه ناديه من الفيوم، اتفضلي. ايوه استاذ فهمي، انا محمد ناديه. اهلا، ازيك يا ام محمد، عامله ايه؟ مفيش حل لمشكلتنا يا استاذ فهمي، احنا مش عايزين نرميهم بدر الخبز فاهم. والله يا ام محمد يعني مشكلتك احنا المشكله مش عايزين يدخلونا ليهم. ما الحلقة رقم 17 في مشكلتك، واستبشرنا خير بمحافظ الفيوم الجديد، وللأسف مش عاوز يقابل حد. يعني مشكلة أم محمد دي المفروض تدخل الموسوعة جنس بجد والله يا جماعة. 21 أسرة لهم كل أسرة أوضة مشتركة، خدوهم هدوا العمارة وخرجوهم من العمارة وقالوا لهم هنديكم في عمارة جديدة. بقالهم 3 سنين حتى الآن ما ادالهمش الأوضة، ولما راحوا للمحافظ ما رضيش يقابلهم. قالوا روح الرئيس المدينة، راح رئيس المدينة قال لهم قدموا طلب وانتظروا دوركم. هم مش ناس جديدة عشان تنتظر دورها، دي المشكلة. الناس دي لهم قوض ساكنين فيها من زمان، انتوا اللي خدتوا القوض او خدتوا العمارة هديتوها وسكنتوا 29 أسرة وباقي 21 أسرة. واحنا قلنا ده أوضة ودي أسر معدومة، معدومة الدخل. لما تخيلوا أوضة قاعد فيها 4 أفراد أو 5 وحمام مشترك لكل 4 غرف، ورغم عن ذلك بقالهم 3 سنين. يعني احنا اتكلمنا من 2017 في المشكلة دي، في الاي بي سي اتكلمنا، في صوت العرب اتكلمنا، في الحدث اليوم اتكلمت، هنا في الصحة والجمال اتكلمت 3 حلقات، وكل مرة ام محمد تعمل مداخلة وانا اقول للاعداد ما تدخلوهاش، كسوفا من ام محمد، لان احنا مش عارفين نحل مشكلة 21 اسرة. استاذ ايمن بيعزت كافئوه، حولوه من رئيس مدينة الفيوم بقى ما شاء الله سكرتير أول محافظ الفيوم، وبالتالي لما راحوا له قفل في وشهم السكة، لأنه قفل في وشهم السكة في مجلس المدينة. أنا مش عارف نلجأ لمين بجد، لما 21 أوضة مش عارفين ناس تاخدها، والريس بيشجع وبيطور زي ما هنتكلم في العشوائيات، وبيطور العشوائيات وبينقل الناس لحي الأسمرات وحي الروضة، ويعني بيشجع ان احنا نساعد معدومي الدخل. اتمنى من محافظ الفيوم، محافظ الفيوم ما شاء الله في قناة التانية بيطلع زي الفل وبيرد، معانا ما بيرضاش يطلع مش عارف ليه. اتمنى منه ان يقابل 21 اسرة ويديهم الاوض الخاصة بيهم. الاوض موجودة في حي الشيخ حسن، موجودة، بس هم بيقولك احنا مخلينا احتياطي، مش عارف احتياطي لمين، للناس اللي في الشارع. شكرا محمد. نكمل استاذ جمال، نرجع لك تاني. وهل حلوان فيها استاد رياضي؟ حلوان انا بس هعلق تعليق بسيط بالنسبه للكلام اللي قاله الاستاذ ناصر على المحطه، تطوير محطه حلوان، ونبذه برضو في موضوع النظافه. النظافة بالنسبة للقمامة في نماذج مشرفة في دار السلام وفي السيدة زينب، هي عربية. معلش مداخلات كتير النهاردة. أستاذ إيهاب اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا أنا عايز أتكلم بخصوص المشكلة بتاع الصادين في اسكندرية هنا، خاصة بنادي اسكندرية والدخيلة. اتفضل يا أستاذ إيهاب معاك. حضرتك إحنا اللي هو اللي جه مسك تسمية اسكندرية الجديد، كان احنا بيطلع لنا تصاريح صيد داخل ميناء اسكندريه والدخيله. هي الميناء دي ميناء تجاري، بس احنا بقى لنا 40 سنه و30 سنه و20 سنه بيطلع لنا تصاريح داخل صيد داخل الميناء التجاري ديت. وفي احنا رتبنا حياتنا وبيوتنا واكلنا حتى ان ده اكل عيشنا، خلاص هي دي اكل عيشنا. ما لناش شغل ثاني، ما فهمش في اي حاجه ثانيه غير البحر والصيد. ده جه مره واحده منعها، قطع عيشنا وعيش ناس ياما، وفي ناس ليها مراكب جوه، خلايا جوه بتصطاد. وقفهم برضه. فاحنا هنعمل ايه؟ وحاول يكلمون قبلهم، مش عايز يقابلنا، مش عايز يكلمنا، عايز يسمع لنا. هو ما سمع صوته وخلاص على كده. هو المفروض حتى يشوف بديل او مكان تاني
يعني ان انتوا تصطادوا فيه اصلا، والسيد رئيس الجمهوريه يعني بيكلم الحكومه كل يوم على توفير فرص العمل وعدم قفل بيوت الناس، ده هو نفسه. ده ايوه تمام تمام حضرتك، احنا اتفضل. احنا حضرتك احنا اكلنا حتى على الصيد كده داخل مينا خلاص، وما لناش مثلا، معلش مثلا كده احنا نجيبه مثلا قوارب بره نسرحوا بيها بره او نشوي لها بره، ما عندناش امكانيه لكده، لان احنا دوبك يوم بيومه يعني، قطنا يوم بيومه على قد حالنا، فده مصدر عيشنا اكلنا، حتى فتحنا بيوتنا على كده خلاص. فهو دلوقتي حضرتك عشان يعمل بديل تاني، الشواطئ كلها بتاعت اسكندريه معظمها بقت كازينوهات او قرى سياحيه بقت مقفوله، مفيش مكان تاني عشان حتى نروح مثلا بديل يصطادوا فيه او يمارسوا فيه شغلتنا، مفيش الكلام دوت، غير هي مينا اسكندريه ومينا الدخيله، هو هيجي يقفلها لنا. طب احنا نروحوا فين؟ هنعيشوا ازاي؟ هناكلوا عيالنا ونصرف عليهم ازاي؟ نعلمهم ازاي؟ نعالجهم ازاي؟ والله يا استاذ مش شايف الكلام ده كله، قاعد على كرسي معظم، معلش انا اسف يعني، قاعد على كرسي بيقبض مرتبه وخلاص، مش فاهم غلابه، مع ان السيد رئيس الجمهوريه يشكر كان بيساعد الناس الغلابه اللي تاكل عيش ان هم يمارسوا اشغالهم ويوفر لهم فرص عمل، بيجي اشخاص معلش زي حاصر اللي هو الجديد اللي جاي دوت بيوقف حال الناس، يخلي الناس معلش تشك في نظام الحكومه. هو للاسف يعني، انا قلت الحلقه اللي فاتت ولا قبلها، يا ريت القيادات تكون بنفس الفكر والوعي بتاع السيد رئيس الجمهوريه والفريق العمل اللي معاه. يعني الرئيس يعني والله زي ما قلنا قبل كده، يعني مشروعات القوميه والسفر للدول الخارجيه وتدعم الاقتصاد والمدن الجديده وغير الوزراء وغير محافظين وكلفهم، يعني حضرتك لو شفت تكليف السيد الرئيس للمحافظين على الهواء قال لهم افتحوا ابوابكم للناس للشعب، روحوا للناس في الشوارع، شوفوا طلبات الناس. لما يجي واحد بجرة قلم يقفل يعني بيوت 15,000 صياد وكل صياد عنده 3 و4 في الأسرة، طبعا ده ما يرضيش حد، وإحنا صرختك بنوصلها للسادة المسؤولين، وكل حلقة هنفضل نتكلم لحد ما نشوف حل. أستاذ جمال معلش قطعناك في المداخلة. طبعا أنا بنشكر الأستاذ ناصر على موضوع النظافة، واستكمالا لموضوع النظافة داخل حلوان، ده احنا كنا بنتكلم موضوع المحطة الأول وبعدين أيوة المحطة هينجلها إن ليها شغل برضو شغل كبير. النظافة اللي احنا قلنا فيه نموذج مشرف في دار السلام والسيدة، إن هم عاملين العربية للتجميع فيها ثابتة، العربية الثابتة يجمع بيكبس الزبالة، يبقى مفيش فرصة للزبالة ترمي في الأرض ولا حد ينبش فيها، تتملي بيقفل عليها يفضيها بيجيب عربية تانية يحطها مكانها وهكذا. ده نموذج كويس ومشرف، احنا عايزين نطبقه في حلوان، ان جنب سنترال حلوان بالذات اللودر بيجي بيشيل حفر الشارع ومنظر سيء، عايزين عربية نموذج تشيل القمامة بنفس النظام. في شارع رياض نفس الشيء، وبيحفر اللودر كابل الكهرباء بيبان، في عند نادي حلوان الرياضي في مدينة الموظفين هيهد سور النادي وكابل كهرباء برضك وعمود هيقع. طب بلاها ده كله، ده جنب اسم حلوان اللي هو شارع رايل على محمود خاطر، اللي كلمه الأستاذ ناصر المنظر غير حضاري، الناس بتحط القمامة وييجوا النبيشه يفردوها، بقى منظر الشارع مفروض كله زباله. لا، عايزين العربيه الثابته اللي هي تجمع فيها بحيث ما حدش يقدر يمد ايده ويفرز في الشارع خلاص. عند حضرتك اتقفل فيها الفرز. وناخد ام مليكه من القاهره، اتفضلي. ام مليكه شكرا، قطع الاتصال. نكمل يا استاذ جمال معلش. بنيجي هنا بقى مطلوب لحلوان وضواحي حلوان، عايزين وحدات صحيه عرب ونيم وعزبة الوالدة وكفر العيال. الوحدات الصحية دي هتخدم المناطق دي، هتخف العبء على مستشفى حلوان العام. احنا ما عندناش للأسف الا مستشفى حلوان العام. حلوان دي هنبقى خفين عنها العبء، وبرضك رحمنا الناس ان هو يجري يروح، لا في كسنتر اسعافات اولية وعلاج اليوم الواحد او الاستشاري اللي هيجي له لغاية مكانه، ويبقى مش هيروح مستشفى حلوان خف عليها، ونخلي مستشفى حلوان دي كانها يعني زيها زي القصر العيني للعمليات الكبيره والحالات الحرجه،
وطبعا عندنا نقص قوي جدا في الرعاية المركزة وفي الحضانات. ده على مستوى الجمهورية انا اتكلمت في الموضوع ده. ده موضوع احنا قلنا بنيجي بالنسبة للشوارع والمحطة والتكدس المروري، عشان ده يخف على المحطة وتكدس المروري في حلوان مطلوب كوبريين فوق المترو، كوبري من مسجد عزام من الشرق الى الغرب فوق المترو، وكذلك شارع الشريف بكوبري اخر لحل مشكلة المرور داخل حلوان لمنع التكدس في ميدان المحطة من السيارات. ده كله شيء جميل. هنيجي بقى حلوان ينقصها استاد رياضي بيخدم حلوان. حلوان دي اصلا عايزين نرجعها للسابق اعدها محافظة. محافظة كبيرة زي حلوان فيها 7 مليون نسمة لا يوجد بها استاد رياضي ومحدش بيسعى. لا احنا بنسعى ومكانه موجود ودراسة الجدوى موجود في نادي حلوان الرياضي، وطبعا يشكر رئيس مجلس ادارة حلوان الرياضي عامل مجهود وافر الاستاذ احمد عبد السلام، واحنا واقفين وراه جنبا الى جنب. طب نقف حضرتك عندنا ونتكلم مع مناصر. حلوان رجعت محافظة مرتين. لا انا عايز قبل ما اتكلم في حلوان استكمل موضوع النظافة لانه عندي اهم من اي موضوع بعد اذن حضرتك. طب اتفضل. دقيقتين اتنين. اتفضل. احنا دلوقتي الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه واللي بصدده فعلا اخير رئيس حي حلوان عشان موضوع الرشاح ده يبقى على اعلى مستوى. النهاردة هما جم سووا الطريق فعلا، شكرا، وانا قلت في بداية الحلقة شكرا. انها مش هو ده المرجو او مش هو ده المطلوب. الجناب بتاعت الرشاح اللي هي في المية فيها هي قمامة اصلا، فكل هما ما يشيلوا بالكراكة وفرحانين طبعا ان هما اتصوروا وهما بيشيلوا، يبقى هما اللي هو بتاع عزة الملقة وعزة الوالدة، كل ما يشيلوا بالكراكة بيطلع غيرها. يعني هما بيشيلوا كراكة ويمشوا والمية تبقى رايقة، بعد يوم واحد المية نفسها بتطلع عشان ما يرجوش بعد كده يتهموا السكان ان هما اللي بيرموا. لا السكان ما بترميش، خلاص السكان التزموا ان في لاول مره يحصل ان صناديق تبقى في المنطقه كل 5 6 شوارع على شارع واحد بس اللي هو اللي اسير عليه الضجه، انها بقيت الاهالي في المنطقه جوه محرومين من اي صناديق. ده مثلا دي نقطه. النقطه الثانيه ان منطقه زي دي بالكامل زي ما قال الحاج جمال كده بعرب غنيم بعرب الوالده بالملقه بكده مفيش وحده صحيه، مفيش مستشفى، مفيش مستوصف. يعني واحد يتعب هنا يروح فين؟ ده كمان في المعصره قدام الاسم، قدام الاسم يا عم ناصر حته ارض قالوا اعملوا مستشفى فوجئنا بيها عملوها مستشفى اليوم الواحد. طب اتفضل. طب ليه الاهدار ده؟ طب احنا عندنا دلوقتي عشان الكوبري اللي بيتعمل الجديد ده في عده مزارع موجودين، ايه المانع ان مزرعه من دول تعمل مستشفى تخدم المكان ده كله وتبقى حاجه جميله؟ احنا دي نقطه. يعني احنا طيب يعني احنا طب الرشاح نعمل ايه؟ نردم الرشاح؟ الرشاح المفروض يتردم. هو الاصلح ولا تعملوا خلي بالك يا فندم معلش، المياه اللي ماشيه فيه لا تصلح لري اي ارض زراعيه، لا تصلح. ده اولا ده صرف مصانع بدايته، انتهى بصرف ناس بيصرفوا على المياه نفسها مش صالحه لاي زراعه حتى، ما تنفعش. فده كلام ده بيورد لنا وباء. يعني مسؤول الرصد انا شفته مع حضرتك في الصوره عند الرشاح. ليه فعلا انا تابعت بنفسي وكنت كل يوم بنزل. طب ليه حضرتك ما طلبتش منه الرد؟ لا قلت له هو بيردم، هو الراجل عمل. لا هو مهمته شيل القمامه. طب مين مهمته الرد؟ الردم الرشاح نفسه وزاره الري. فانا لما جه وكيل اول وزاره الري راجل محترم جدا واتكلمت معاه فقال لي ما نقدرش نعمل كده الا لما نستشير وزاره الزراعه، عشان وزاره الزراعه تقول لي ان المكان ده اصبح ملوش منفعه في اي ارض زراعيه فيما بعد. هي الموضوع مش حابب ده، حوالين منه بقى مباني واللي هو طويل ده حوالي 15 كيلو، يعني بادئ من كفر العلو ومصانع الحديد والصلب وبر بالتبين وداخل كمان بعد مننا على المعصره. فكل ده اتردم ما عدا هم الاربع كيلو اللي في الحيز السكاني بتاع المكان دوت. الناس يعني انا مش عارف الناس دي، دول بني ادمين الناموس هياكلهم ويصدر لهم امراض. فلازم يعني هي جزئيه دي لازم تنتهي بحذافيرها، بمعنى ان احنا نردم او نركب مواسير يمشي فيها الميه. نخاطب من خلال برنامج وزاره الزراعه يبقى ان حد ينزل، يعني لان احنا عايزين برضو ايه اما نتكلم بعد كده نقول عايزين نجمل، عايزين نزرع شجره، مش عايزين نردم رشاوى وعايزين نشيل زباله. خلاص بقى الموضوع ده خد حيز جامد من الكلام.
احنا عايزين بقى نزرع شجره عندنا، مشروع الشجره المثمره، مشروع الشجره المثمره، والدكتور هشام عبد اللطيف برضه يمكن انا قلت عليه مره قبل كده متبني، وهو بصراحه في وجمعيه الشرق ابناء الشرق الحاج صالح عمران هيتبنى ان هو يزرع مثلا كذا شجره في عرب غنيم. احنا برضه من خلالنا والاهالي اللي موجوده عندها استعداد للتعاون انها تزرع، بس الاول شجعني، الاول شيل لي المؤثرات اللي هي بالسلب. عفوا حضرتك، اتفضل معانا ام محمود، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت انا عايزه بس اعرف ليه مدير هيئه المينا بتاع دخول الاسكندريه بيمنع الصياد من الصيادين ان هم يخشوا يصطادوا؟ طب انا جوزي شغلته هي دي ان هو يخش يصطاد، معايا اربع اولاد، اكلوا مشاربهم منين لما هو يمنع الصيد في الدخيله في المينا؟ والله يا ام محمود احنا على الله وعلى الشغلانه دي وعلى الموسم بتاع النطاط اللي المفروض بيشتغل عليه او على صيد السمك. طب دلوقتي هو بيمنع الصيد في المينا، انا وعيالي الاربعه ناكل ونشرب منين؟ والله حضرتك القيادات كلها بتتفرج على البرنامج، وان شاء الله الصوت هيصل للسيد رئيس مجلس الوزراء للحل عنده، لان الرئيس حقيقي مش فاضي، الرئيس مكلف هؤلاء، ودول امانه عندهم ان هم يراعوا مصالح المواطنين، لان الرئيس بيكلف رئيس مجلس وزراء، رئيس مجلس وزراء بيكلف محافظين، محافظين بيكلف رؤساء احياء، دي السلسله بتاع الشغل. لان كل حاجه نقول للسيد الرئيس، لا ده مش شغل السيد الرئيس يا جماعه. فيا ريت السادة المسؤولين اللي بيسمعونا يوصلوا صوت 15,000 أسرة هتتحرم وبيتها يتقفل، هيروحوا فين؟ هيشتغلوا ايه؟ احنا يعني بنحاول نقضي على البطالة مش نزود أعداد البطالة. شكرا أم محمود، كمل يا عمرو. يعني بالنسبة لمنطقة زي دي محتاجة منطقة اللي هي محتاجة مستشفى، محتاجة اهتمام من المسؤولين برضو ينزلوا يسافلوا. طولنا الشارع مجمع المدارس، شارع اللي هو مر جنب الرشاح ده مطلوب بلاط انترلوك، اي وسيله. احنا ما بنقولش ما بنشرش شيء معين، احنا عايزين حاجه تدعو للنظافه، ده للاماكن اللي هي مش هيقدر يخش ليه الداخليه. انا بتكلم ليه الداخليه، شارع مجمع المدارس بمعدات كبيره. احنا النهارده واحد اشتكى لي في التونسي بعيد عن حلوان، احنا بنتكلم بصفه عامه، شارع الامامين الميه مقطوعه باستمرار. طب ايه السبب؟ ما لازم الناس تعرف ان في اسباب معينه ويتكلموا فيها. استاذ فؤاد معايا، معلش انا من مداخله، اتفضل يعني. اتفضل محمد. استاذ محمد معايا، اتفضل. فؤاد نادر. فؤاد نادر. فؤاد نادر، اتفضل يا استاذ فؤاد. معاك اقفل التلفزيون يا استاذ فؤاد، اتفضل. فؤاد نادر. ماشي، اتفضل حضرتك معاك التلفون. حضرتك عايز اشارك في البرنامج. اتفضل احنا سامعينك، اتكلم. يا ريت تحيات لحضرتك ولضيوفك الكرام. تحيات لحضرتك، اتفضل. يا ريت تدينا نظره للصعيد، محافظه سوهاج والقرى تابع لمحافظه سوهاج. وكان عندنا حضرتك المحافظ اللي كنت بتكلم عنده اللي اتكلم عليه اللي هو محافظه سوهاج الجديد، كان عندنا في سوهاج اسمه الدكتور احمد عبد الله الانصاري، دي راجل محترم وكان في الشارع على طول. انا راجل شغال في الوحده المحليه المركز ومدينه المراغه. طب حضرتك اقفل التلفزيون، اقفل التلفزيون عشان محليه لقريه بنويه. تمام، سامعك، كمل. حضرتك الدكتور احمد الانصاري راجل يعني محترم وكان بالشارع ابوه وكان بيقابل الناس كلها يعني. طيب سؤالك ايه؟ السؤال ايه او اللي مطلوب؟ انا اول حاجه دي، ثاني حاجه عايز اسال حضرتك تتكلموا عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه. انا حضرتك انا عملت ثلاث حلقات عن ذوي الاعاقه وكلمت الدكتوره، شكرا. أنا كلمت الدكتورة غادة والي وانتزعنا من الوزارة أربع حاجات أنا كلمت عنهم قبل كده، الجمع بين معاشين، السيارة للمعوق كانت موقوفة، إنه يحصل على كشك، إنه هو له حق في الشقة بتاع التضامن الاجتماعي أو بتاع وزارة الإسكان، والحمد لله حصل المعاق على هذه الإنجازات من خلال هذا البرنامج المتواضع. معنا حد على التليفون؟ نكمل استاذ جمال، احنا وقفنا عند الاستاد.
طبعا استاد رياضي الحلوان موجود الموقع بتاعه في المحجر بتاع حلوان اللي هو خلف مستشفى حلوان العام بين مدينة الموظفين ومرصد حلوان. المحجر ده كبير وتخصص لنادي حلوان الرياضي ان يتعمل فيه استاد لحلوان، ودراسة الجدوى والمشروع ان شاء الله في حيز التنفيذ دراسة الجدوى. فاحنا بنستعجل وزير الرياضة ان يدي نظرة لحلوان لصيانة النوادي ومراكز الشباب. طبعا في انجاز تم كبير بحمد الله، واحنا كنا بنطلبه اكتر من 25 سنة وتم، اللي هو المشروع القومي الكبرى العلو من الجيزة الى العاصمة الادارية، مرورا بحلوان لخدمة المنطقة السكانية وجامعة حلوان وطريق الاوتوستراد. انجاز طال عليه الزمن والحمد لله تمام. بنيجي هنا تاني بنقول حلوان محتاجة بوسطة كبيرة اكبر من اللي موجودة في قريبة من ميدان المحطة اللي هي في شارع محمد سيد احمد على احمد وانسي. هي فعلا البوسطة نموذجية بس مش كفاية لاهل حلوان، دي حاجة. الشهر العقاري اللي هو موجود في حلوان المدير بتاعه شغال بنفسه، الراجل يشكر، ومعهوش موظفين في الفترة الثانية، وكنا رحت لهم من سنة كانت عندهم مشكلة ان دورات المياه جوه مش قادر يصلحها، بيقول لك تصلح على نفقتهم الخاصة. ازاي وزارة المالية مع الايرادات اللي داخله دي كلها مش قادر يستقطع منها جزء للصيانه والنظافه؟ معايا الاستاذ محمود. معلش استاذ محمود. ايوه يا فندم، ازي حضرتك؟ الله يكرمك الله يخليك. بشكر حضرتك على المجهود المبذول والله في البرنامج الجميل ده. الله يكرمك الله يخليك. وبحب اشكر الاستاذ ناصر والاستاذ جمال والله على المجهود المبذول اللي عاملينه في محافظه حلوان والمعادي. انا بجد يعني بفتخر بيهم جدا، ويا ريت بجد في كل محافظه في مصر يكون فيهم زيهم كتير، يعني بالشغل اللي هم عاملينه ده. لو في زيهم كتير كده والله نبقى في مصر فعلا بلد جميله جدا يعني. فبشكرهم وبشكر حضرتك على استضافتك ليهم في البرنامج الجميل ده يا فندم. ده شكرا لحضرتك، متشكرين. الله يكرمك. تحت امرك يا فندم، تحت امرك. طبعا احنا اتكلمنا عن الشهر العقاري، فطبعا عايزين له موظفين، ان المدير بشخصه يشكر، الراجل قاعد من الصبح لبعد العصر لا قادر يشرب كوبايه شاي ولا ياكل ساندوتش او يصلي وشغال، ده الرئيس. ده شيء. شيء تاني ما عندوش حد يقدر تقدير رسوم للشهر العقاري، بياخدها من شارع ذو الفقار لغاية الشهر العقاري القديم الكبير اللي في شارع محمود خاطر، تروح تاخد التقدير هناك. يعني عايز توك توك رايح وتوك توك جاي، ده عشان تنجز بسرعه، عشان تقدر في مكان يعني هو المكان مش بعيد، هو حوالي 400 متر بين المكتب ده بيخدم المعصره كلها هذا المكتب. طبعا الكلام ده غير مقبول ومعقول خالص، جمله وتفصيلا مرفوض. وانا وعدت رئيس الشهر العقاري بتاع حلوان ان هنوصل صوته. مفيش اسبوع لقيت الموضوع ده على مستوى جمهورية مصر العربية الشهر العقاري في كل الأماكن، الناس متضايقة منه. في إنجاز كويس بس عايزينه يبقى أقوى، الفيش الجنائي. الفيش جه في اسم حلوان، بس واحد فرد واحد هو على جهاز واحد، لا احنا عايزينه يبقى فردين أو ثلاثة، علشان أي حد راح يعمل فيش ما يقعدش ساعتين ثلاثة او اكتر. هو طبعا شيء جميل ان هو جابوا الفيش جوه اسم عم جمال. استاذنك بس معانا الوقت ضيق، انا كل حلقه بنحاول نظهر جزء من انجازات الدوله المصريه وانجازات السيد الرئيس، وده واجب علينا ليس مجامله حقيقي، لان الراجل لا يكل ولا يمل. عم ناصر، احنا اتكلمنا في حلقه مع الاستاذ حسين اللي قبل اللي فاتت عن ما انجزه السيد الرئيس في الصحه وما انجزه السيد الرئيس في السياسه الايه؟ الخارجيه. الدقائق البسيطه هنتكلم ما انجزه السيد الرئيس في البنيه التحتيه. تمام. سريعا كده يعني تقول لنا انجازات السيد الرئيس. انا هتكلم فيها ان شاء الله، بس برضو عايز وقت، انا عارف. زي ما اتكلمنا في سلبيات عايزين نشكر المهندس احمد عبد النبي والاستاذ اسلام البنداري مسؤولي النظافه بالمعصره لاستجابتهم الفوريه
ان انا كل ما بلغهم على مكان الناس بتشتكي منه فورا بيتشال. تمام شكرا. ده بالنسبه للنظافه. اما بالنسبه للبنيه التحتيه هنقول جزء منها النهارده وان شاء الله الحلقه الجايه هنكمل. يعني هو ما تم انجازه طبعا شيء كلنا نفتخر بيه. يعني كفايه علينا قوي شبكه الطرق، شبكه الطرق اللي ربطت المدن كلها ببعضيها وسهلت الانتقال من مدينه لمدينه. طريق الضبعة، طريق اليوتيرن، اليوتيرن اللي معمول على الطرق السريعه ده، ده اكبر مصلحه اتعملت تمنع الحوادث. اما الاقي كل فتره او كل مسافه بدل ما كنت باركن شمال واخد الدوران ده فممكن اللي جاي يخبط في العربيه، لا انا بعمل بطلع كوبري وبلف في كل امان ومفيش. حاجه تانية المدن الجديده والمدن البديله، يعني المدن الجديده اللي هي في محافظات امتداد للمحافظه القديمه، وفي المدن البديله اللي هي بمعنى ايه، لما اشيل حي منشيه ناصر والدويقه واعمل لهم الاسمرات دي مدينه بديله للعشوائيات بشيل. وبمناسبه هذا الكلام بقى، يعني المفروض برضو ان احنا ما نسمحش ان احنا بنشيل منطقه عشوائيه ونجيب بدلها مدينه كويسه ونسمح ببناء منطقه عشوائيه اخرى، يبقى احنا كده مش هن البلد مش هتتطور. دي مسؤوليه الاحياء للأسف. الاحياء ما يلاقي يا الله، ما نخلي بقى الشوارع ليها عرض معين، وان بلاش العشوائيه اللي كانت زمان في الحيز الضيق اللي كانت الناس بتبني فيه وعايزين. يعني لا، النهارده الصحراء مفتوحه وفي اماكن كتير بتتباع فيها ورخيصه الثمن، ممكن بس يسمحوا لنفسهم كده ويبصوا بصه لقدام بعد 25 سنه، انا يبقى عندي شارع عرضه 15 متر 10 متر 12 متر، عرض شارع يسمح بركن عربيه هنا ركن عربيه هنا عربيتين ماشيين في الشارع. ده الكلام المنطقي. انما انا بعمل دلوقتي ببدل المنطقه العشوائيه القديمه زي تل العقارب والحتت اللي هي اللي فيها الشوارع متر دي وكانوا مش مظبوطه، ونعمل بدلها مدن جديده، واسيب بقى منطقه جديده في مكان عشوائي تطلع بنفس النمط، لا ده مش كويس. طيب من ضمن الانجازات اللي قالها الرئيس برضه اللي عملها الرئيس، معلش قبل ما محطات الطاقه النوويه، النهارده كنا في وقت من الاوقات كانت الكهرباء دي بنعاني منها. احنا هنتكلم حضرتك عن موضوع الطاقه ان شاء الله مع البنيه التحتيه. للاسف يعني وقت الحلقه خلص، وبشكر استاذ جمال وبشكر استاذ نصر على امل ان شاء الله، على امل معلش الوقت خلص والله من بدري، على امل بلقاءات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.